في فرق في القلب اليوم جبت لكم ان مود دو جو. لو مود دو جو هذا هو لو مود لو بلو جوي سور فيفا. هذا لو مود دو جو اسمه مود دو جو فيفا التيميت تيم المعروف. التيميت تيم التيميت ولا فوت التيميت جوستومون المعروف عند اللاعبين الفيفا بالفوت. لاعبين تاع فيفا تاع الهاك لاعبين تاع فيفا باش معروفين المعروف بالفوت فوت والله فيفا التيميت تيم فوالا. راح نشوفوا كيفاش مد يعني نفس جديد للالعاب الالكترونيه بيان سور. كيما على بالكم كي تشعل لا كونسول وتلونسي لو جو فيفا ما كاش غير التيميت تيم. يعني يا بليزيور مود تقدر تلعب باغ اكزومبل مع صاحبك في الدار ولا تقدر تلعبها اونلاين. كاين باغ اكزومبل لو مود دو جو اوسي كلوب برو اللي تلعب وحداش نتوما صحاب وكاين بيان سور مود كارير تلعب جام اون هيستوار كذا اي اوسي يا لو مود التيميت تيم هذا اللي راح نحكيو عليه اليوم. دونك لو مود التيميت تيم اليوم هو يعني سي ان مود سي ان موند سي با كان مود لو موند هذايا يعطيك تعيش اون اكسبيريونس. الاكسبيريونس هذه وشنو على بالك حنا كي نكونوا سوبورتير نحبوا ان كلوب دو فوت عباك دائما نكريتيكيو جابوا لنا جوار هذاك عيان ان شاء الله انا متمني صح يركروتيو ميسي ان شاء الله يركروتيو رونالدو حنا نحبوا دونك اي هذيك اي اي سبور جوستومون يعطيك تتقمص الدور نتاع رئيس فريق. يعني انت اللي تتحكم في ليكيب تاعك سيتادير تتحكم في لي مارشي دي ترانسفير. يعني اسمح لي ما تقطعك هذه في فيفا كاين في فيفا هذه كان جو وحده هكا ديجا ماناجر عفسا كيما هكا فوتبول ماناجر تقريبا نفس الشيء يعني تقريبا ستادير لا جوابيليتي و لو جو فيفا زادوا له لاسبي ماناجمنت فوالا. دونك كي تكون رئيس فريق عندك تتحكم في سوق الانتقالات تتحكم في شكون لي جوار اللي تشريهم شكون اللي تبيعهم الميركاتو تتحكم في الميزانيه تاع الفريق تقدر مام تعين مدرب للاسف مازال ما كاش بالماضي في فيفا التيميتي كاين قائمه تاع مدربين كاين زين الدين زيدان كاين جوزي مورينيو كاين كلوب انشيلوتي كاين قبل ما تبدا تخير المدرب تاعك وتبدا تخير المدرب تاعك تقدر تيكيبي الملعب تاعك يعني دير فيه لي تيفو دير فيه امور كذا باش هكا كي تدخل تحس روحك فريمون بلي راك في الملعب تاعك بيان سور راح تقول لي كيفاش نقدر نطور هذا الفريق يعني كيفاش منين نجيب الامكانيات باش نقدر نطور هذه ليكيب تاعي باسكو لو بوت هو انك يعني دير فريق احلامك باش تلعب به يا عندها علاقه بالدراهم باش كيفاش انا جايين قبل ما نروحوا للعلاقه تاع العمله حاب نحكي على الدراهم انا جاي قبل ما نلحقوا للعمله بيان سور لازم ديجا تلعب لما تبدا الفريق يعني تبدا فريق صغير ولو بوت انك تطوروا باش ترجعوا فريق عالمي في دي ستار اكسيتيرا باش يعني تقدر تركروتي دي جوار يعني في سوق الانتقالات لازم تلعب دونك يا دي شامبيونا كاين ميم دي تورنوا انترناسيونال يتلعبوا في التيميت تيم بلوس تلعب بلوس تلحق في الشامبيونا وتطلع في لي ديفيزيون بلوس تدخل العمله اللي تقدر تشري بها لي جوار. ومادام دوكا رانا نحكيوا على العمله بيان سور راح نقول لكم حاجه بالك تبان لكم خياليه مي لعبه الفيفا فيها عمله خاصه بها هي عمله افتراضيه واسمها فيفا كوينز. هذه الفيفا كوينز عندها مام يعني مقابل نقدي مادي يعني في الحياه في الحياه الحقيقيه استادير كو يكون عندك امكانيات في الجو تاع الفيفا عندك دراهم تقدر مام ترجعهم دراهم تاع صح سما نوصلوا تشريهم تقدر تبيعهم ثاني اكزاكتومون في فلافي هاكي تاعنا نورمال متجر سي ان مارشي كاينه ثاني في بيبجي سي مارشي كي يكون عندك دراهم تقدر تبيع وتشري هي مهدي اسمح لي شوف هي سي موديل ايكونوميك باسكو غازوزا قال كاينه في ببجي كانا هي كاينه في بزاف لي جو وشغل كيفاش يديروا هما كاين لداخل شغل دي ميكرو ترانزاكسيون كيما قلت انت يوليو عندك دراهم فيرتوال تشريهم ولا تربحهم سورتو باسكو كابابل انا نلعب سوايع وسوايع ونربح الكريدي هذاك ولا نروح نشريه ديراكتومون سي موديل ايكونوميك برك معلومه لازم تعرفوها سي كو فيفا ماشي غير نلعب معاك نربح ولا تورنوا ولا شامبيون كاين هذا لو مود فيت هذا لعب لو كان نقول لكم يدخل بزاف دراهم الالكترونيك اس دونك ليديتور ديفلوبر اسكو حبيت نفهم برك اسكو سما واحد قاعد هكا فلاشوم تاعو راح يلعب فيفا ويدخل في الدراهم صح هذه اكزاكتومون صح اكزاكتومون تي تنضي كل يوم على 6 تاع الصباح وتروحي للدار على 5 تاع الصباح نزيد لك معلومه شفت هذه 50 مليون انا نحكيو عليها الربح
تبقاش بك ما كان والو شو كاين قول له اتونسيون تغلط قولها المنتج اسمع المنتج يزعف علينا ما تقوليش سيريا 50 مليون هذه اللي كيبان كاين الناس في العالم اترافير لو موند دخلها في دقيقه لا لا في العالم ينفستيها ينفستيها صح صح في الفريق تاعو اللي راكم تشوفوا فيه عليكم باسكو بعد سويت راح تدخل له اكثر وهذه نعاودوا له نهار حكيت لكم بلي لو مارشي تاع لي جو فيديو يدخل بزاف باسكو فيه لي زاكسيون كيما قال لك عندنا بديعه سمعت الدراهم فطنت اقول لي برك بديعه سي با جو تاع فانتسي فوتبول فانتسي فوتبول سي C'est le même concept. C'est FIFA, c'est le jeu, tu joues football, mais il y a l'aspect management en plus. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre les amateurs, les gens qui jouent comme ça, ou pour que les professionnels puissent entrer dans cette catégorie Bien sûr, bien sûr. La catégorie est les professionnels. Non, il y a quelqu'un qui peut vendre ou acheter ou dire n'importe, mais amateur ou professionnel. Mais pour que tu entres dans le niveau, pour que tu sois محترف, parce que ça existe le professionnalisme, que ce soit FIFA ou la PUBG ou toutes les disciplines, ça existe le professionnalisme, pour que tu sois joueur de ligue, c'est une question de niveau مستوى مهدي باسكو انت يا نيكست شامبيون في فيفا لعبت ودخلت دراهم بها قال حشمان نورمال خويا راه دراهم سامر سقسيك برك لا لا سامر انا سامر تيغاب غازوزا تيغاب انا سامر مهدي شاف اميره بديعه اروان المنتج تاعنا مهدي نسقسيك هادوز دراهم اللي تانفيستيهم سان افكت با الجوار ترجعوا زعما يجري كثار ولا لا لا با دو تو با دو تو لي جوار سي لي ميم بور تول موند يعني حسب الميزانيه واش عندك تشري اللاعب يعني اللاعب اللي يكون عندي انا تما ما يزيدوش لي بيرفورمانس تاعو لا با دو تو يعني يكون عندي لاعب مثلا ميسي حنا نعيطوا له في لغه الفيفا ميسي ريغولار باغ اكزومبل سي لو بروميير ميسي باسكو كاين دي ايفولوسيون تاع لي جوار ميسي ستاندار اوكي ميسي دوزيام شو نو مونطريني كثار مونطريني كثار ميسي اللي عندي واللي عندك سي لو ميم في كاع ما صدقش كاع تبدلوا بور تول موند بور تول موند سؤال بديع تفضل اساسي غابك على بالي تشوف انا حاب يسقسي الدنيا كاع حاب تسقسي بلي حاسي بيها باش بصح بديعه بديعه الضيف الحصه حاب نسقسيها حاجه معليش شوفي اختي سي كو لا دانيير فوا قلتي لي بلي نهضروا على المنافسه ولا كومبيتيسيون على بالي بلي بديعه شغل شاركت في واحد شي يقولوا اون كومبيتيسيون تاع ديفلوبمون جو فيديو هضرت عليها لا سمان ديرنيير عطينا جواب خفيف واش من كومبيتيسيون جيمنج درتيها لي هضرت عليها لا سيمين ديرنيير سيتي تاع لي كومبيتيسيون دو جو تاع لي اس تي اتش بي تاع الجيريا جيم تشالنج الجيريا جيم تشالنج ميرسي بدي اون افي بارتيسيبي مع ليكيب تاع داك الوقت و اون افي غاني دو لا دوزيام بلاس وانا جيتي لا غرا ايماجين ايماجين شو ليك قلت لكم 50 مليون راهي لحقه 50 مليون على بالكم هذا الاسبوع كان اختتام الدور الاول تاع لو غران تورنوا فيفا تاعنا فيفا سوكر كاب دونك سيتي لا زون 2 كي تي ا لونور سيت سيمين او بدون مفاجاه يعني يا با يو دو غران سوربريز في لي ريزولتا لي كانوا لي جوغ لي فافوري كامل تاهلوا لو تور لو دوزيام تور تاعنا انا مثلا على سبيل المثال لاعب صديق لاعب مسعودان مهدي المعروف بفاناتيك فاناتيك واه سي ان تري غران جوور بارك الله فيك كاين كاين يونسي جمال ابن مدينه وهران ثاني سي ان تري تري غران جوور غير كيما ربح ان سوبر غران تورنوا ما كاش مفاجاه ثاني وحده وطالع جديد بالك نشوف هذه نديكوفريوها في لي تور افونسي هذاك الوقت نعرفوا الا كان انسان ان جوار جديد راح يطلع وعندنا بيان سور كيما قلنا جمال البيكوكي اللي هو لاعب دولي سي ان جوار انترناسيونال يشارك معنا في هذه الدوره من فرنسا او يشارك اونلاين فوالا سي ان الجيريان سي ان الجيريان بيان سور مولف في لا كوميونيتي تاعنا او يبارتيسيبي في الدوره فوالا او بيان سور دوكا لو بروميير تور اي لي تيرميني ونشوفوا انصومبل على ليكران لو بلانينغ تاع لا دوزيام جورني اللي هو الدور الثاني اللي راح يبدا انطلاقا من سهره اليوم ميرسي يعطيك الصحه مدام مدام جوست افون كانت سمانه مزيره جو بونس تري تري سيري تري تري سيري الوغ مدام كانت سمانه مزيره شويه عندنا دي بوت بزاف شابين نورمالمون وي جوست افون دو لونسي لي ميور بوت لو توب 5 تاع اجمل الاهداف تاع الاسبوع نديرو اون بتيت ديديكاس لا بتيت صوفيا اللي تشوف فينا وتحب بزاف ليميسيون هاي ليتس جو يعطيك الصحه